طيب اليوم إن شاء الله نتكلم عن الطريقة الجنيدية. الجنيدية، من هم الجنيدية؟ إذا رجعنا في الكتاب وجدنا هذا الموضوع في صفحة 419. الجنيدية هم الذين ينتمون إلى أبي القاسم الجنيد ابن محمد سيد الطائفة المتوفى سنة 298 هجرية. هم مريدو الإمام الجنيد. الإمام الجنيد المشهور بلقب سيدي الطائفة. طائفة يعني طائفة صوفية. سيدي الطائفة، سيد طائفة الصوفية. من؟ الإمام الجنيد، متوفى سنة 298 هجرية. فالذين تتلمذ على يدي الإمام الجنيد يسمون بالجنيدية، أو الذين صاحبوا الإمام الجنيد. صاحبوا، صاحب الإمام الجنيد، ما معنى صاحب الإمام الجنيد؟ يكون مريدا له، يكون مريدا له ويتربى على أيدي على يديه في تربية الروحية. فهم يسمون الجنيدية. نحن من؟ نحن من حيث الفقه، عملية الفقه، من حيث الفقه، من حيث الفقه الشافعية، الذين ينتمون إلى مذهب الإمام الشافعي في العبادات يسمون الشافعية. من حيث العقيدة، من ينتم إلى أبي الحسن الأشعري في العقيدة، في فهم العقيدة الإسلامية، يسمون الأشعرية والماتريدية. إمام أبو الحسن الماتريدي. إذن الذين ينتمون إلى تربية الإمام الجنيد وأفكار التي فهمها الإمام الجنيد وأيدونها هم يسمون الجنيدية. طيب، فماذا مشرب الطريقة الجنيدية؟ فماذا مشربهم؟ عرفنا مشرب، ما معنى مشرب؟ ما ما مال إليه القوم أو الجنيدية في العمل، ما مال إليه الجنيدية في العمل، يحبون كثيرا هذا العمل، ما هو؟
ما طريقته؟ طريقته مبني على الصحوي. تكلمنا من قبل معنى الصحوي. الصحو هنا ليس بمعنى الصحو الظاهر، الصحو الجسماني. نحن الآن صاحون، أنت الآن الصاحي، لم تنام في الفصل، وهذا الصاحي الظاهر الذي ينتبهون أمور الظاهرة، يعرفون أمورا ظاهرا، هم الصاحون أو هو الصاحي. فالصحو هذا، فنوع الصحو في هذا المثال هو الصحو الظاهر. فنحن نريد الآن أن نتكلم عن الصحو الباطني أو الصحو الروحاني، ليس صحوا ظاهرا جسمانيا. طيب، فطريقته مبني على الصحو. إذن فهمنا معنى الصحو، أليس كذلك؟ نعم، بلى. إذن كما تكلمنا من قبل، لا نعيده ولا نطيل الكلام فيه مرة أخرى. طريقته مبني على الصحو، بمعنى طريقته لا يبني على السكري. الصحو ضده السكر، غلبة المحبة، المحبة غلبة شدة، غلبة المحبة لله السكر. ليس السكر بمعنى سكارى، سكران في بسبب شرب الخمر أو بسبب شرب الحشيش أو الدخان أو إلى آخره. عفوا؟ نعم. فإذا فهمنا هذا، يمكننا أن نقرأ قليلا في قصة الجنيد ومن هو الحلاج، بحيث كان الحلاج يعيش في زمان الإمام الجنيد. فجاءه الحلاج لكي يصاحب الإمام الجنيد، لكي يكون مريدا له. فسأله الإمام الجنيد: لماذا جئت هنا؟ فقال: لكي أصاحبك، لأصحب الشيخ. فقال الإمام الجنيد: لا صحبة لنا مع المجانين. هذا إشارة إلى أن منهج الإمام الجنيد مبني على الصحو كما قلنا آنفا. إذن هذا هو من أمثال مشرب طريقة الجنيدية في الصحب. ثم بعد ذلك لا نطيل الكلام في هذه الطريقة، لأننا قد تكلمنا من قبل معنى الصحب وموقف أصحاب الصحو من السكر
بأدلة التي جاءوا بها من قبل في موضوع القصرية. نعم. ثم الآن ننتقل إلى النورية. النورية، من هم النورية؟ نعم، إذا رأينا اسما ووجدنا اسما فيه ياء نسبة ترنغانوية، ترنغانوي، كلانتاوي، كلانتانا، كلانتا، كلانتاني، كلانتانية، ماليزي، ماليزية، إذن الذين ينتمون إلى هذا الاسم هو من له نسبة لهذا الاسم. إذا كان ماليزية يعني هو أو هي من جنس الماليزي، من جنس ماليزيا. ترنغانوية، ترنغانوي يعني نسبة و يعود إلى أو ينسب إلى ولاية ترنغانو إلى آخره. فالنورية هم الذين ينسبون إلى أحد اسمه نور، اسمه النوري أو نور أو إلى آخره، أو ما يتعلق بهذا الاسم. إذن من هم النورية؟ هم الذين ينتمون إلى أبي الحسين النوري، أحد صدور علماء المتصوفة المتوفى سنة 295 هجرية. نعم. إذن من هم؟ هم مريدو أبي الحسين النوري، هم الذين صاحبوا أبا الحسين النوري، هم الذين تلمذ على يدي أبي الحسين النوري. طيب، فما مشرب الطريقة النورية؟ نريد أن نتعرف على مشرب طريق الطريقة النورية. نجد طريقته أنه يؤثر حق الصاحب على حقه، حق صاحبه يقدم على حق نفسه. وهم هم الذين يؤثرون أصحابه من أنفسهم. فنحن هل نؤثر أصحابنا أولا على أنفسنا، أو نؤثر أنفسنا على أصحابنا على زملائنا؟ نحن الآن ماذا شعورنا الآن؟ إذا كان هذا المكان فيه حرارة كثيرة وذلك المكان فيه البرودة طيبة، فماذا تختارون لأنفسكم؟ تختارون الحرارة أو البرودة؟ إذن هذا يعني نؤثر أنفسنا على زملائنا، نتركون زملائنا في الحرارة، خليهم في الحرارة لكي نأخذ البرودة. خلي الأستاذ في الحرارة، أستاذ الآن في الحرارة، جيد يعني حرارة جيدة، لا
لكن أنتم يعني تستريحون في البرودة تحت مكيف لا بأس، ولا تقول يا أستاذ تعال هنا اجلس تحت المكيف وتقنا نجلس مكانك، تعال هنا. لا لا نقول هكذا، خلي أستاذ يتكلم هناك، نحن لا نريد الحرارة. نعم مثلا هكذا الأمر. طيب إذن الشعور نختار شعور إثار النفس على الزملاء، على الأصحاب، على الإخوان، إخواننا المؤمنين. أما هم يؤثرون إخوانهم المؤمنين على أنفسهم، يقدمونهم على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم صعوبة، ولو كان بهم الفقر، هم يؤثرون أصحابهم على أنفسهم. هذا مشربهم، هكذا يحبون أن يعملون، أن يعملوا. الشعور ليس ادعاء، ليس الادعاء. ما معنى ادعاء؟ ها؟ ما معنى الادعاء؟ القول بلا حق. أنت تقول أنا أحبك، وفي نفس وقته، وفي الوقت نفسه، وفي نفسك لا تحبه، لا تحبه، لكن قلت أنا أحبك أو أنا أحبك، هكذا. طيب إذن هذا طريقة أو مشرب الطريقة النورية. من أهرائه الإمام النوري رضي الله تعالى ونفعنا به في الدارين، وماذا قال؟ الصحبة بلا إثار حرام، والصحبة للدراويش فريضة. الصحبة ما معنى الصحبة؟ عبارة عن صلة التلميذ بأستاذه، والأستاذ وتلميذه، هذا صحبة. لا نترجم الصحبة بمعنى بركوان، لا. ما معنى بردامبينغ باللغة الملاوية؟ أصح الترجمة نقول الصحبة بمعنى برغورو، برغورو. لا نقول بردامبينغ. ما معنى بردامبينغ؟ بردامبينغ إذا كانت كلمة هذه كما تفيد معنى معنى الصلة بين الأستاذ وتلميذه، نعم تتلمذ. إذن الصحبة بلا إثار حرام. ما معنى حرام هنا؟ حرام هنا يفيد معنى ممنوع، ممنوع البركة، لا تحصل على البركة إذا لم تؤثر أستاذك
إذا لم تؤثر صاحبك والصحبة للدراويش. الدراويش هنا عبارة عن صوفية، الدراويش الفقراء الصوفية. فريضة بمعنى يجب على من ينتمو إلى مرشد أستاذ يربيهم تربية روحانية ويرقيهم ترقية من خصيصة الجهالة إلى ثروة المعرفة، من الجهالة إلى المعرفة، من الظلام إلى النور المعرفة، من ظلام الجهل إلى نور المعرفة. فهذا أو هذه الصحبة واجبة عليه، الصحبة واجبة عليه. نعم. ولذلك نجد بعض الصوفية يقولون من لا من لم يكن له أستاذا أو أستاذ فالشيطان أستاذه، أو إياكم والعزلة فإن العزلة مقارنة الشيطان، وعليكم بالصحبة فإن في الصحبة رضا الرحمن. هذا معنى يفيد إلى ضرورة تهذيب النفس والأخلاق وتربيتها تحت إرشاد المعلم، تحت إرشاد المرشد، وتحت إرشاد الأستاذ. العالم بطرق التربية الروحية. طيب، فهمتم؟ من سائل أو من سائلة؟ قبل أن ننتقل إلى حقيقة الإيثار، نأخذ قليلا عن حقيقة الإيثار. في الحقيقة الإيثار على النفس له أصل في القرآن، حيث قال الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم، موجود في القرآن سورة الحشر كما هو مكتوب في المذكرة في الكتاب، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن حقيقة الإيثار يمكننا أن نقول هي عبارة عن أن يرعى الصاحب في الصحبة حق صاحبه ويتجاوز عن نصيبه في نصيبه ويتجشم التعب ويحمل التعب ويتحمل التعب
من أجل راحة صاحبه. الكلام واضح أليس كذلك؟ الكلام واضح. نحن أعطينا لإخواننا نصيبنا الطيب الجميل ونتحمل نصيبنا أو نصيبه غير الطيب غير الجميل، أو نتحمل الصعوبة من أجل إيثارهم، من أجل إعطائهم الراحة، هكذا الشعور بمحبة ذلك المشروع. كل أمر من الأمور التي نعملها دائما نقدم إخواننا، ودائما نقدم أصحابنا أو أصحابنا على أنفسنا. إذا كان المكان كما قلنا آنفا، إذا كان المكان مكانا طيبا باردا متمتعا، فنؤثر أصحابنا على أنفسنا في الجلوس بذلك المكان، ولا نؤثر أنفسنا أولا ونترك أصحابنا. إذا كان أمام الفصل طعاما لذيذا، نقدم إخواننا أولا حتى يأخذونه ويأكلونه، ونأخذ الباقيات الصالحات مما تركوا من الأطعمة، وإن كانت غير لذيذا أو غير لذيذ. من كان أولا يأخذ لحم مشوي غرم، لكن إذا جاء متأخرا يأخذ رجلي أو رجل دجاجة فقط، رجل فراخ ما ينفع. ماذا شعورك؟ هل تريد أن تأتي مبكرا حتى تأخذ الجميع، أو تريد أن تأتي متأخرا وتترك الجميل للأصحاب؟ فماذا ميل شعورك؟ فماذا يقول قلبك؟ إذا كان قلبك وشعورك قال لازم تأخذ وتجيء مبكرا وتأخذ الجميل وخليهم يأخذوا أرجل دجاجة، هذا ينفي هذه الإثارة أو هذا الإثارة. لكن العكس، إذا تشعر، إذا شعرت أنا جئت مبكرا لكي أخذ الجميل من الأطعمة ثم أعطيه لزملائنا، أعطيه زملائنا الذين يأتون متأخرا، ثم أخذ الباقيات من الباقية من الأطعمة الرخيصة غير لذيذة لي أنا، هذا شعور. إذا كان الأمر كذلك، هذا يسمى بشعور أو الإثارة في الصحبة
يتجاوز عن نصه في نفس في عن نصيبه في نصيبه ويتحمل التعب. هذا مراد من كلام الشيخ الحجري في حقيقة الإيثار. طيب لم يبق لنا إلا 5 دقائق، فأترك المجال للسؤال والمناقشة.